Hello, everybody. I'm Mrs. Emen I'm an English teacher. I've been teaching for more than 22 years. Uh, I'm here today concerned with the first level of secondary schools. Also, I'm pleased to work with uh, the platform Lycéna. In this program, it's a for the first year. through modules the year. مستقلين في حد ذاتهم معناتها كل لوسون تخدم وحدها البروغرام السني فيه ما يقارب 35 لوسون مع ان دو دو بروغرام باش يمكن باش تراسينا 30 لوسون كلمة صغيرة فيما يخص لي اللي باش نقراوها. ألوغ عندنا في الـ في البرومي تريماستر باش نقراو على إتس أول إن ذا بريباريشن. ياسر تعجبني لوسون هذيكا علاش؟ على خاطر إتس teenager تينيجر كيفكم أنتوما، أدوليسانت. قال لي كنت عندها حلمة she was ambitious والحلمة هذيك كانت لها وقال لي هي حلمة بسيطة حبت تقرأ القراية باش تولي شيف طباخة دونك تنجموا انتو ما تشوفوا رواحكم فيها على خاطر اي واحد فيكم ينجم عنده حلمة وتتحقق له هذية it's all in the preparation عنا انكوخ في اخر العام على البولوشن اللي كل ملح ما تغيب على طعام هذيك في كل عام نلقاها موجودة عنا انكوخ لسان لسن uh, about human rights انكوخ لسان هذيك تعجبني على خاطر ديما ما نحكيوش عليهم الهانديكابت بيبل اللي عندهم حقوقهم كيما اي انسان في صحه جيده انكور عندنا ار نيبرز نيسيسري كيف كيف باش نقراو على يور فيفورت ستار دونك فوالا معناتها كيما قلت لكم راهو سي ان بروغرام ماهوش رزين ماهوش ثقيل سي ان بروغرام ليجي اللي بحول الله تلقاو رواحكم فيه وما فماش علاش باش فو با موتيفي معناها فهمت voilà. فوالا الوغ يخص الخدمه على البلاتفورم Nous deux catégories de cours. Alors, la catégorie le c'est une série de vidéos accompagnées par une série de PDF. Elle est faite. Elle a l'explication cours, un tout petit résumé, le contenu du texte que j'ai fait. Après, elle le vocabulaire, le contenu les nous avons à chaque séance. Elle a le avec une autre couleur, bien sûr. Après, le contenu, le, le, leçon, le texte, peu importe. Le texte, il y a une lettre, un texte, a euh, story. Donc, nous les informations les the best part of it. Nous les après allons nous sortons language work language point il n'a jamais confié par exemple ou les pages du dessin les plus première année le passif ou l'active forme les plus choufou à de la semaine 10 i think maria montessori c'est ça donc heveka les plus choufou à c'est quoi la forme active c'est quoi la forme passive quand est choufou le active ou le passif form avec bien sûr à chaque leçon, j'ai essayé de faire practice, des uh, exercices, uh, to practice the newly acquired uh, language point. Ok? Uh, et les, les cours les y aura encore des séances uh, vidéo live. اللي عنده ينجم انتوما افيك ان بو دورغانيزاسيون ليليف يحضر مثلا بل... البلاتفورم الاولاد اللي, اللي يخدموا في البلاتفورم باش يقولوا لكم وقتاش لا سيانس لايف تكون بالذات معناتها وقتاش نكونوا باش نسجلوا لا سيانس لايف دونك انتوما افيك ان بو دورغانيزاسيون كما قلت تحضروا لي كيستيون تاعكم واللي عنده اي سؤال مرحبا بيه يسالني ديراكتومون وجيسيري باش نجاوب على لا ماجوريتي دي زيليف اي بو

نغزروا توا كي نغزروا للعالم هكا نوخروا التيري ونقعدوا نغزروا للعالم سي اون لانغ انترناسيونال معناتها سي اون لانغ اللي قاعده تغزو العالم معناتها تسافر اي بلاد لا ماجوريتي معناتها لا ماجوريتي الاغلبيه يحكيو كاين بالانجلي وما تقولش مازال بكري بسني مزيل في سنه اني مازال عندي العوام هم جايين جو في مو نو القرايه تبدا والتركيز يبدا من اول عام تبدا تقرا فيه الانجلي دونك نصيحتي لكم نقراو لونجلي كاميل دوك تركز فيها انا هوني بحذاكم والكلنا معاكم اللي عنده كما قلت لكم بكري عنده اي اشكاليه اي نقص ولا ضعف في الماده هذه انا لا بور فو soutenir، دونك اخدموا على رواحكم ربي يوفقكم واحنا بحذاكم باش نعاونوكم واليد في اليد باش ننجحوا مع بعضنا ان شاء الله